دقلي هالبشارات. ضابط ملحون ورجيني نشوف. برافو عليكي، منح كثير اسمه زياد. صحتين. ليش ما عم تاكلي؟ مد ايدك تسلي. مجابل لك تنقرشي، مو حلوه هيك نقضي سهره على الناشف. تنقرشي دخيلك انت وهالنقرشي. هلا هيك يعني كل يوم نقضيه على البوشار؟ هلا ما عاد يعجبك البوشار؟ شو بدي اجيب لك لكان كستنا وكاجو؟ ليش لا؟ بلا اللي عم ياكلوا كستنا وكاجو احسن منا؟ مو مساله احسن، بس بيقول المثل على قد لحافك مد رجليك، وانا ما بحب يطلعوا رجلي من تحت الحاف، بتعرفي طبعي انت. لك اخ، يضرب الموظف وعيشته شو مشرشحه، يضرب. شو هاد؟ ليش هيك عم تحكي انت؟ شو جنيتي ولا طار صوابي؟ يعني كم مره نبهت عليكي لا تحكي بالسياسه؟ هلا هذا حكي بالسياسه؟ طبعا سياسه، لكان شو؟ اما هي سمعه، هلا كل ما الواحد بده يحكي كلمه ويفش قلبه ببيته ما عاد يقدر. اذا بدك تفشي قلبك على عيني وعلى راسي ما في مانع، فوتي على الحمام وافتحي ميه الدوش واحكي اللي بدك اياه. ليش بالحمام مسموح؟ بالحمام ومع طشطشه الدوش رح اضمن 100% انه ما حدا رح يسمعك. والله معقوله يعني كل ما خطر لي احكي كلمتين قوم فوت على الحمام؟ هو يفضل ما تحكي شيء، لانه اسلم طريقه للبني ادم يخيط تمه ويسد حلقه وياكل هوا ويسكت، هيك اضمن شيء، لانه لسان بيخرب البيت. هلا شافت هاللسان بده يخرب البيت؟ لك تاني على السؤال السخيف، طبعا بيخرب البيت. ما بتتذكري حكايه التاجر اللي بعت العبد تبعه على السوق؟ لا سيدي ما بتذكر. هو مصيبتي الكبيره معك جهلك، لانه كل ما بقلك بتتذكري هالشغله بتفتحي لي تمك على الاخر مدهوشه وبتقلي لي هلا سمعنا عند هالمسا وحاجتك ما لسه بقى. المهم يا سميره، القصه ما فيها انه كان في تاجر بقديم الزمان عنده عبد راكز مخضرم خايط برا وبحرا يعني، وكان يفكر كتير ويشغل عقله، وخطرة من الخطرات وكانت الدنيا الظهر على ما أذكر جاع التاجر وبعت العبد على السوق مشان يشتري له غداء، وقال له روح الله يرضى عليك وجيب لي أطيب أكل بالسوق. قال له على عيني، ونزل هالعبد على سوق العتيق واشترى له لسان. قال له التاجر هلأ ما لقيت لي غير لسان، ليش جبت لي لسان بالذات؟ قال له العبد لأنه لسان أحسن شيء. قال له شلون بقى عرب لي إياها؟ قال له العبد لأنه بلسان منقول مرحبا، السلام عليكم، منذكر فيه الله سبحانه وتعالى، منسبح بحمده، منقول بحبك يا أمي، صباح الخير يا وطني، منغازل زوجاتنا فيه، منعبر فيه بأحلى الكلام، ولهالسبب جبت لك لسان لأني لقيته أحسن شيء. قال له التاجر ماشي الحال مو مشكلة، بس بدي منك بكرة تجيب لي قل عن أكل بالسوق. وتاني يوم راح العبد على سوق العتيق ناحية المناخلية ونفذ طلب معلمه، ولما فتح التاجر الكيس شهق وقال له كمان جبت لي لسان؟ يخرب بيتك وبيت بيتك، ولك ليش جبت لي لسان؟ قال له لأنه لسان ألعن وأسوأ شيء. قال له شلون بقى فهمني؟ قال له لأنه بلسان منفشي الأسرار، منغتاب الناس، منم عليهم، بلسان منسب ومنشتم ومنكفر، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، بكلمة واحدة من لسان منعلن الحرب، منشرد البشر، بلسان مندهلز للحكام، مننافق لهم، منلحس ايديهم ورجليهم. بقى لهالسبب لقيت لسان ألعن شيء. هلا خلصني من قلي وقال له، نفخت قلبي الله يخليك، أنا شو دخلني بهالقصص المعتة؟ قصص معتة؟ ولك آخ آخ شو بدي أحكي معك الأحكي؟ مدبوح أنا معك دبح من الوريد للوريد، وإذا متت رح أموت بسببك شهيد. صفر الله العظيم، صفر الله العظيم. وليش بقى بعدي؟ لأني عم بحكي لك قصص كلها حكم ومواعظ وأنت ولا على بالك، بس الحق بإيدك ها، لأنه أنا وبكل صراحة بعمري ما سمعت بالتاريخ لا القريب ولا البعيد وعلى مر العصور بإمرأة حكيمة. بجوز يكون في بالتاريخ مرة راكزة شوي وراكنة، بس مو حكيمة، مو حكيمة منوب، لأنه المرة الحكيمة ما بتخلى من الطوشة واللوشة. بجوز يكون عنا أديبات شاعرات ومعرات، بس مرة حكيمة وينها هي؟ دليني عليها، بوس إيدك. لك أنا شو بدي؟ شو بدي بالحكي كلياته؟ أصلاً أنت من يوم يومك خويف وخروق وقلبك قطيعة. يا ستي
مين تقول تخروق ولا شرف معنا على الفرق؟ لك إذا الواحد حكى ببيته مين رح يسمعه؟ ما بيصير ما بيصير، الحيطان إلى آذان. احكي لك قصة عن الحيطان؟ لا دخيلك لا تحكي لي شي، رح تفرط مرارتي من قصصك. ها ها بقى ما بدنا ننام بين القبور ولا بدنا نشوف منامات بشعة، مو ناقصنا. لأنه هو الحق معك، يعني الحق معك إنك تكون حذر وتحسب حساب لكل شي، بس مو لهالدرجة يا صبحي، مو لهالدرجة. يعني حبيبي الحكي اللي عم نحكي عادي وأقل من عادي، بعدين بهالأيام ما عاد حدا حط حساب لهذا الحكي. ولك ينكتب كرارك إلهي شو ضعيف التفكير، ما في قلعة من واحد فهيم يتجوز وحدة جاهلة. طيب خلاص سكتنا، روقنا مسانا. ماشي الحال، أصبح كلي بوشار ما يريد يا حديث، افتحي كفي. لك ما بدي تزهرم بوشار، افتح لي على قناة حوار، خليني غير جو. وشو بدك بقناة حوار هلا؟ ما بتعرفي إني ما بحب هالقناة أبدا؟ أصلاً أنا عم فكر أمسح توليفها من الرسيفر نهائياً. عم قلك بس شوي، في لقاء مع سامح حجاج ببرنامج موعد في الغربة. ومين هاد سامح حجاج بسلامته؟ هذا واحد معارض عايش برا. شو هاد؟ معارض؟ إيه معارض. إيه عارضك وحدة تسهل أمرك، هيك قلك يعني إيه؟ ليش عم تحكي معي؟ ليش عم تكبر معي بالكلام؟ إنه مو ناقصني على آخر الزمان غير إني أتفرج على واحد معارض. لك يا حبيبي عم قلك نشوفه بس، يعني نشوفه، مو ضروري نتبنى أفكاره ووجهات نظره. بعدين يا صبحي بهالأيام المفروض واحد يعرف شو عم بيصير حواليه. أختي أنا لا بدي أسمع ولا بدي أشوف ولا بدي وجع قلبي، لأنه المثل بيقول لك لا عين تشوف ولا قلب يحزن. يعني أنت مو مخلي مثل ملعون إلا وحافظه؟ طبعا، لأنه الأمثال عصارة خبرة وتجربة في هذه الحياة. دخيلك أنت وهالخبرة والتجربة. هلا اذا قعدنا وفتحنا التلفزيون على النص وتفرجنا مين رح يضرب الله؟ بجوز ما حدا يضرب، بس انا ما بضمن لسانك حبيبتي، يعني الا ما تفلت منك شي كلمه للناس عن البرنامج وعن يلي شفتي وسمعتي. بقى يا اما كلني والبدي بارضي وتفرجي على برنامج المسابقات، يا اما كلي بوشار وصلى الله وبارك. افتحي لي كفيك. حاضر. فتحت امرك. تعال. يلا عيني انا رايح، بدك شيء مني قبل ما امشي؟ جيب لك شيء وانا راجع؟ لا سلامتك حبيبي، بس يعني ما تنسى تجيب لي معك الجرايد من المكتب. اوف، وليش الجرايد بقى؟ شو بدك فيهم؟ ليكون بدك تمديهم على الرفوف او تمسحي فيهم بلور؟ لا، بس في اشاعه كثير قويه بالبلد عن تعديل وزاري جديد. يلا خلينا نقرا، بلكي كاتبين شيء. امنتوا بالله على هالنهار؟ ولك شو بدك انت بالتعديل الوزاري؟ انت التعديل الوزاري شو بدك فيه؟ شغلتك الشغله ولا بدك تطمني اذا حطوا لك شي وزير من حزبك؟ فصراحه شو كثير اتغلبي انت. هلا انا كثير اتغلبي؟ بعدين حبيبي شو حكيت معك لحتى خفقت هالخفقه؟ ولك يا عيني ما في داعي تحكي شي بهالخصوص من عين اصله. طيب خلاص جيب الجرايد مشان حل الكلمات المتقاطعه، منيح هيك؟ وبركي حدا دري انك من كل الجريده ما بتقلبي غير على صفحه الكلمات المتقاطعه وكلمه السر، شو بده ياخذ فكره عنك؟ ما بعرف يعني شو بده ياخذ. بده ياخذ فكره انك عم تستخفي بجرايدنا المحليه وما عندك ثقه فيها، والاخبار السياسيه ما بتهمك، والصفحه الاولى ما بتشكل عندك هاجس. بقى ليش لنجيب لحالنا وجع الراس؟ ولك ليش؟ ولك يا حبيبتي يا روحي يا حياتي يا بطيخ مبسمير، افهمي بقى وفتحي لي مخك شوي. يلي ما بيحسب ما بيسلم، فهمتي؟ حاضر امرك. هالمحاضرة حفظناها وبصمناها، لا عاد تجيب جرايد، ما عاد بدي منك شيء. ايه بيكون احسن. يلا على اذنك. الله معك. صباح الخير استاذ صبحي. اهلين جار. سلامات. يسعد صباحك بانوار النبي. شو شايفك قالك عم تستنى سياره؟ لسه ما سلموك سياره ولا سلموك اياها؟ بس حاططها بعيد مشان عيون الجيران ما يشوفوها. ما لا بعيد ولا قريب، اصلا ما سلموني سياره منوب. شو الحكي؟ يخرب بيتهم ما قل ذوقهم، يعني معقول مهندس مثلك اكابر ما يركب شقفه سياره على حساب الدوله؟ اولاد المسؤولين راكبين سيارات اخر موديل وعم يسرحوا ويمرحوا. هو رح يعطوني سياره، مو انه ما رح يعطوني منوب. لا حرام، الواحد يحكي الحق، الجماعه وعدوني وما بعتقد يقصروا منوب. اصلا والله ما عم يقصروا، الا ايش الكذب؟
هي مرحبا وعدوني. قال شو عالوعد يا كمون، هيك بيقولوا. يعني لا تأخذني بهالكلمة، بكرة بيجي مهندس مدعوم أكتر منا بناولو السيارة بدالك. جاي تعلمني على دوائر الدولة ولك أنا مقلع أسناني بهالقصص. على كل حال جار، السيارة ما بتلزمني كتير ها؟ يعني يا أخي بحسها بروزة على الفاضي، وغير هيك فيها مسؤولية ولتي طويلة عريضة، ولهالسبب أنا عم دبر حالي بالميكرو وماشي حالي. نعمة كريم، شو بهون مكاري؟ دخلات بدي أسألك، شفت مبارحة البرنامج السياسي بقناة حوار؟ البرنامج السياسي؟ لا 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 حبيبي ما شفت شي. على إذنك حوار، على إذنك جار. شو؟ يعطيكم العافية. أهلين. الله يعافيك. شو في عندي بريد اليوم يا ترى؟ اسمعوا اسمعوا شباب هالخبر الهام. خير إن شاء الله، شو كاتبين؟ عم يقولوا ستشكل لجنة قريبا على مستوى كبير من الأهمية لدراسة واقع المهندسين وتقديم الاقتراحات بخصوص تحسين وضعهم المعاشي. إيه سيدي اسمعوا سطر، حالحكي منه كتير. قلتك كله حكي جرايد. صدقني يا كمال، طالما هالشغلة فيها لجنة ودراسات وأخذ ورد وعطى معناها ماتت. ماتت وبس؟ قولي شبعت موت ولا تخافي. شو رأيك صبحي؟ شلون؟ أنا راي على البوفيه، بدك شي؟ لا، سلامتك. الله يسلمك يا رب. فظاع على هالزلمة شو يخاف. فعلا، دائما مرعوب مقطوع قلبه وما بيسترجي يحكي حرف واحد بالسياسة. طب ليش هيك طبعه؟ من شو جايته هالحالة؟ هيك خلقت الله، هذا مواطن سوبر مثالي، هيك جاي تصميمه من الوكالة. يا سيدي فقت لك بنص الليل على صوت ونش، طلعت من الشباك واقف في ونش عم يسحب لي السيارة. اوف ونش ليسحبوها، ونزلت لك كرفتي على هالدرج بهالبيجامة بنص الليل. قلت لهم طولوا بالكم شباب، يعني ليش عم يسحبوا لي السيارة؟ ايه وشو قالوا لك؟ سألوني إذا المعجونة على السيارة قديمة ولا جديدة؟ قلت لهم طبعا قديمة. أما صدقوني وقال بدهم يشحطوا السيارة ليشوفها خبير ليعرف إذا قديمة ولا جديدة. أنا ما فهمت، أنت ليش عم اسألك هالسؤال؟ وأنا مثلك استغربت بالأول، بعدين عرفت في سيارة ضربت سيارة سيادة الباشق شخصيا وهربت. أوف شو هالحكي؟ سيارة سيادة الباشق شخصيا؟ إيه نعم، وأنت بتعرف أبو الباشق بهالبلد ما حدا بيقدر على زعله بنو. يا طبعا طبعا. ولهالشي قال بدهم يفحصوا كل شي في سيارات معجون تجديدة، وإذا ثبت هذا الشي معناتها صاحب السيارة متهم لأنه السيارة مضروبة جديد. يا حبيبي على هالسيارة. ايه وانت شو صار معه؟ يا سيدي سحبوا لي السيارة وأخذوا لي إياها على ورشة البخ، بخ السيارات. يا لطيف على المنظر، في شي أكثر من 40 سيارة ناطرة دورة ليفحصها الخبير. وانت ما فحصوا لك سيارتك؟ يا سيدي ما اجى دوري للصبح، بس الحمد لله طلعت النتيجه نيجاتيف، يعني المعجونه قديمه، واطلقوا سراحي الصبح انا والسياره. اما فعلا قصه غريبه وعجيبه. غريبه وبس، اي قسما بالله لو حدا حكالي هالقصه ما كنت صدقته. فظاعه يا رجل، شو العالم دبان عنده لحتى يفيقوهم بنصاص الليالي لانه سياره سياده الباشق انضربت؟ طبعا لازم يفيقوا العالم لانه جنابه انزعج كثير، وما بيصير حدا يزعج جنابه. لك أخي شو هالحكي؟ نحن بحياتنا ما بنصير، طالما بالبلد في مثل الباشق وأمثاله معناته على الدنيا السلام. إيه والله معك حق. لا والمصيبة إنه نكتار كتار كتير، وكل واحد حوالي شي 20 زلمة من العوينية والمحاسيب. لك أخي عوجة عوجة وبدها تضل عوجة. ولك يخرب بيتهم وينك تكرارون على هالحديث اللي فتحوه؟ قسما بالله ما خلوني اتهنى بنفس الأرجيلة، يعني ما لقوا يحكوا غير على سيادة الباشق. العمى على هالجرأة والوقاحة، العمى. قسما عظما إذا حدا سمحهم عم يحكوا هالحكي ووصل هالحكي لسيادة الباشق لحتى يفرمهم فرم. شوفي شوفي اوعى تتحرك من محلك. تتحرك عم اقول لك اوعى تتحرك. ما راح يتحرك. اوعى تقاوم. ها ليش قدران قاوم؟ الله يصلحك. من جدار الى شجره، من جدار الى شجره، العصفور داخل القفص، العصفور داخل القفص. نجح الكمين.
حول. مين العصفور؟ أنا. امشي معنا على السيارة يلا. لوين بتشرف؟ أنتو مين؟ امشي معنا هلا بلكة الحكي يلا. من جدار إلى شجرة. انتهت المهمة. حول. شو يا سيد صبحي؟ ان شاء الله ما يكونوا الشباب زعجوك وهن جايبينك لهون. لا لا ابدا بالعكس، كانوا لطف كثير، الله يخلي لك اياهم ولا يحرمك منهم. شوف يا سيد صبحي. نعم سيدي. الساكت عن الحق شو بيكون؟ بيكون شيطان اطرش افكح، شيطان افرز روحي سيدي. عظيم كثير. بنات نحن متفقين، انا ما بعتقد انه حضرتك بتحب تكون شيطان اخرس، ما هيك؟ ايه طبعا سيدي طبعا، بس بصراحه انا لحد هلا والله ما فهمت شيء. هس لا تقاطع، اذا سالك بتجاوب. طب مني يا باش مهندس، كيفك؟ كيف امورك؟ ان شاء الله معاشك عم بكفيك. ايه ولو طبعا طبعا عم يكفيني وزيادة، كتر الله خيرك يا دولة والله يعزك إلهي بيعزه على هالزيادة المبحبحة. يعني مالك ناوي تترك الهندسة وتشتغل شوفير تاكسي مثلا؟ شوفير تاكسي مثل هذا الشوفير اللي طلعت معه مثلا. يصطفل سيدنا ينمحى إن شاء الله. شو بدي فيه يعني يا سيدنا، كل واحد بينام على الجنب اللي بيريحه. لك يخرب بيت العالم شو بطراني، ما عاد حدا شبع. يعني مهندس طويل عريض مثل هاد عم بيرد بالشهر 6-7 آلاف ليرة ومو عاجبينه، بيترك شغله وبيشتغل شوفير تاكسي. بقى شو رأيك؟ يضرب براسه شو حمار. فعلا يا سيدي النعمة بتلبق لناس وناس. شو الحكيات؟ انت بتعرف يا سيد صبحي انه بأمريكا اللي هي أمريكا، معاش المهندس اللي مثل عنا بيطلع له شي 3,000 دولار، والدولار عندهم مثل الليرة عنا، يعني معاشه ما بيطلع قد نص معاش المهندس عنا، ولسه الناس عم تتزمر. سيدي يتزمروا ليشبعوا، العمى شغلاص. بس معلش سيدنا، يعني حتى يرتاح بالكم، المعروف عن شعبنا العربي انه مبذر وبطران. طالما بتعرف هالشي ليش ضليت ساكت؟ ليش سمحت لشوفير التاكسي انه يتمادى بالحكي ويسيء لسمعة البلد؟ صدقني يا روحي، صدقني يا ريحنا، يا سيدنا صدقني، انا نزلت من التاكسي هربت. ما بصير تنزل تهرب، المفروض تضرب التاكسي وتوقف الشوفير عند حده. انت لو كان فيك ذره واحده من غيره على الوطن ما بتخلي واحد مثل هاد يحكي على كيفه. سيدي انا كنت، بس المشكله انه بعدين ليش سمحت للناس اللي بالمكرو انهم يحكوا على رئيس البلدية ويشوهوا سمعته بهالطريقة هاي؟ سيدنا فهمنا شوي، الله يخلي لي اياك. انا لما سمعت هالحكي والله العظيم انهز بدني كتير وما عدت اقدر اتحمل اسمع اكثر من هيك، انا تركت الميكرو ونزلت فورا والله على ما لا تمشي. ما بصير تنزل يا اخي، ما بصير، هذا اسمه تهرب من المسؤولية. كل مواطن خيره على مصلحة البلد لازم يكون بوق بوجه المشككين والمعارضين. بس انا يا روحي، انا يا سيدي ما بيطلع بايدي كون بوق. هلا انت بتصدق انه مستشار التعيينات الاول ممكن يقبض 2,000,000 ليرة؟ اعوذ بالله اسمعوا على الحكي مسخره. معقول صدق هالشي يا سيدي؟ مستشار التعيينات الاول سمعته مثل الليره الذهب. رجل بمعنى الكلمه، رجل حشو هدومه يا سيدي. مو اللي لازم تحكي هالحكي،
لاني انا بعرفه منيح. كان لازم تقولوا للتافين العلاكين اللي عم بيعلكوا بالميكرو. بعدين هذا جارك بدل ما تسمع له كان لازم تقص له لسانه على الحكي. شو دخلوا فيك اذا سلموك سياره بالمصلحه ولا لا؟ شو خصه بهالشغله؟ عال والله منين الدوله بدها تلحق سيارات للمهندسين؟ انا بعرف يا سيدنا، بس سيدي انا تركته يعلق لحاله ومشيت زبلته، يعني احتقرته شبعته استراء. لك ما بصير تمشي. بعدين كل الحكي كوم والحكي اللي صار قدامك بالقهوه كوم. لك العمى بقلب العالم العمى. وصلت القصه لدقن سياده الباشا؟ ولك انت بتعرف افضل سياده الباشا على البلد؟ ولو هو طبعا سيدنا طبعا. ولو ما احلاني وما لي عرفان والله. انا يلي بعرف يا سيدنا. طالما بتعرف شلون بتسمح لهالتنين الزعران يتطولوا على سيادته؟ واحد غيرك كان لازم يقوم ويبلبس عيونه بالبصر. معك حق يا سيدنا، والله العظيم معك حق. بس يعني يا سيدنا انا انسان مسالم وشعاري بهالحياه امشي الحيط الحيط، يا رب الستر قول يا رب الستر. هذا الشعار بالذات هو شعار الانهزاميين والسلبيين والضعفاء، لانه من راى منكم منكرا فليقومه بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان. وانا استعملت اضعف الايمان يا سيدي، يعني قومت المنكر بقلبي. شوف يا صبحي، اذا ما كنت قدران تجابه فالمفروض فيك تبلغ السلطات المختصه وهي تتصرف، مو تضل ساكت مثل الاجدب. حاضر سيدنا، امركم يعني مثل ما بتريدوا. المره الجايه ان شاء الله بعمل هيك. المره الجايه. ولك انو مره جايه هي؟ انو مره جايه؟ نحن اعطيناك اكثر من فرصه، بس للاسف انت خيبت املنا فيك. تعال يا ابني. حاضر سيدنا. نزلوا الباشمهندس لتحت وعلموه كيف يرد مره ثانيه ويدافع عن سمعه البلد وعن مصالح الامه ومكتسبات الجماهير. يلا طولوا بالكم يا سيدنا، طولوا بالكم. والله ما عملت شيء، فزع على القصه. هي سكتنا وصار فينا هيك، كيف لكان لو حكينا؟ كيف لو حكينا؟ دمعه بتشيب يلي بعمره مشى خير ان شاء الله. شو سمعت؟ حزير على مين رست مناقصه الاكشاك تبع الاستراد الجديد. على مين دخلك؟ على واحد من طرف الكاسر. شو هالحكي؟ هلا الكاسر وعظمته حط عقله بعقل هالكام كشك؟ يا الله لا يشبعوا. شايف شايف يا سيدي، هدول بدهم يقشوا كل شيء بهالبلد، لك كل شيء بهالوطن العربي. ولك في قشوا رقبتك انت وياه قش. سمعان ولا مالك سمعان ولا؟ شو امرته اخي؟ اخراس اخراس، تضرب بهالراس. ست حرق ولا تضرب بهالبوز يلي ناتع قدامك شبرين. قال اخي قال فشرت كون اخر واحد مثلك. لك منو انتو؟ لك العالم عندك؟ منو انت او هو حتى تحكوا على سياده الكاسر وسياده الباشير؟ لك العالم بيعلمكم العالم. انتو جماعه متسوسين، انتو اسناب عملاء عم تسيبوا لسمعه البلد، ورجالها شرفاء مخلصين عم تسيبوا لهالوطن المقطعه. انتو حاجتك على كلا عود وتضبضب احسن ما تندم. بعدين كيف تسمح لنفسك تحكي معنا هذا الحكي وبأنو صفة؟ ولك أنا يلي بسمح لنفسي، أنا من غيري. يعني بدك ياني أقعد أسمع التفاهات تبعكم وإسكت؟ شو مفكر أنت؟ ما عندي ضمير؟ ما فيني حس وطني عالي؟ عود محلك بقى وحاجتك لطوطك. مو ناقصنا حدا يبينا وطنيات. عود محلك أحسن لك. فشلت بعينك، فشلت لك. أنا ما حدا بيقول لي عود منو بولا؟ ما خلق يلي بده يقول لي عود. طلع برا انت وياه، طلع برا قبل ما يشوف شلوني عليك. لك ليش قهوة ابوك هي حتى تطلعنا منها؟ هلا رح تطلعوا بالسوق ولا تصرف تصرف ثاني؟ لا سيدي ما رح نطلع. رح تطلع؟ لا خش. طول بالك، طول بالك، شو ما في بالك يا زلمه. طول بالك. شو صار لك؟ ولك شو صار لك انت؟ جنيت؟ سيدنا ما قدرت اسمعهم عم يحكوا على سيادة الكاسر واسكت وفار دمي بصراحة. وانا يا سيدي لما بفور دمي ما بعود بقدر بتحكم بعصابي. ولك يا بني ادم، نحن صحيح قلنا لك اذا سمعت هيك حكي لا تسكت. ايه بس مو تنبهت لهالدرجة وتعمل فضيحة بالقهوة وتلم العالم. بعدين يا اخي انت كنت شركته للزلمة، طلع على عينه. يعني لو جاي ضربة على عينه كانت راحت.
بيستاهل يا سيدنا، بيستاهل على هالحكي اللي حكاه. وبصراحة يا سيدنا لازم تتبلبص عيونه بلبصة، لأنه إنسان متآمر وعميل ومشكك ودنب، دنب رسمي. ولك حاج، حاج تحكي حكي طالع نازل بقى. ليش يا سيدي؟ خرجوا. ولك شايف هالسلم اللي واقف قدامك؟ ايه نعم سيدي شايفه. هذا عنصر من جماعتنا. من جماعة؟ من جماعتكم؟ من جماعتنا؟ دخيلك يا سيدي، دخيلك، أرجوك عدم المؤاخذة، أرجوك سيدي، حصل سوء تقدير.